بعد العرض الأوروبي الأول في باريس، معرض حرب النجوم هويات يحط الرحالة في مدينة ليون الفرنسية ليقدم لزائريه مجموعة فريدة من المقتنيات والأزياء، إضافة إلى المؤثرات السينمائية التي استخدمت في ملحمة حرب النجوم المكونة من 6 أفلام. يورونيوز حضرت افتتاح المعرض الذي نظمه لوكان فيلم وإكس 3 برودكشنز، وستقدم لكم لمحة شاملة عنه من خلال هذه الجولة الحصرية. هذه هي الواجهة المفضلة لدي. هنا يخرج ذلك الطفل الصغير بداخلي. إنها المركبات الفضائية الأسطية التي استخدمت في فيلمي الإمبراطورية والمتمردين. نرى هنا موضوعة وجها لوجه، فنشعر وكأن هناك مواجهة بين الخير والشر. إنها بمثابة الأعمال الفنية بالنسبة لي. المعرض يقدم العديد من شخصيات السلسلة الشهيرة مثل أناكين الذي ظهر لأول مرة عام 1999 في فيلم تهديد الشبح. هنا نرى تجسيدا للواقع في شمال إفريقيا عندما صورت مشاهد في تونس. على قمرة القيادة هذه جلس الصغير أناكين أو الممثل جاك لويد. من المثير حقا رؤية هذه المحركات الضخمة بحجمها الطبيعي. أي نجابة هي من بين الأشياء المفضلة لدي. هذا كل ما تبقى من الزي. الملابس تم تصميمها لمدة التصوير، والبعض منها لم تكن لديه القدرة على الصمود كثيرا، لذلك تم الاحتفاظ بهاتين العينين الرائعتين. جداي يودا تعتبر من أقدم وأقوى شخصيات الجداي في سلسلة حرب النجوم. هناك شيء خاص بيودا لا زال عالقا بأذهاننا إلى اليوم، هو ذلك الحكيم والمستشار، لكنه أيضا ذلك المجنون. الصغار والكبار يحبونه. تشوباكا الوفي الذي يظهر دائما مع صديقه هان سولو كان حاضرا أيضا في المعرض. تشوباكا هي واحدة من أفضل الشخصيات لدى الجمهور. إنها مثيرة للإعجاب بفضل حجمها، ونحن نعلم أن هذه الشخصية مستوحاة من كلب المخرج جورج لوكاس. وبالطبع هناك دارث فيدر. أعتقد أن الشيء الذي جعل حرب النجوم فيلما قويا بخلاف القصة الملحمية طبعا هو شخصيات مثل دارث فيدر. لقد أرعبتنا هذه الشخصية كثيرا، لكن كنا مفتونين بها. زوار المعرض تمكنوا من اكتشاف شخصيات حرب النجوم بهوياتها المختلفة بفضل سوار ذكي في معاصمهم. فأي شخصيات اختارها عشاق سلسلة يا ترى؟ بالنسبة لي أختار هذا لأنه قوي ومرح. أنا أخذت جوجان لأنه مدهش ومضحك. الزوار يمكنهم الإجابة على جملة من الأسئلة لتحديد ملامح شخصيتهم. السوار الذكي يسجل الأجوبة، ثم في نهاية هذه الجولة التفاعلية يختار لهم إحدى شخصيات حرب النجوم القريبة منهم. أحب كثيرا دارث مول. أشعر أنني أتوجه ببطء نحو جانبه المظلم. أنا أعشق دارث فيدر، أجد زيه رائعا، إنه جميل. المعرض مفتوح ويمكنكم زيارته حتى 19 من أبريل 2015، ليتحول بعدها إلى عدة مدن أوروبية أخرى.